طيب، في اخبار محليه وعالميه كتير هنتناقش فيها مع ضيفنا العزيز النهارده الاستاذ ايمن جلبرتو صحفي موقع يلا كوره. بس في البدايه خليني اخد فقره اسال كلام في الميديا وفيديوهات واسئله بعض المتابعين لينا عشان نحاول نجاوب عليها بخصوص طبعا النادي الاهلي، وممكن تكون بعض الرسائل. نسمع اول فيديو نشوف. انا مشجع اهلاوي من جيل الكابتن الكبير الموهبه كابتن محمود الخطيب، وبرحب ببرنامج كلام في المتن امير. انا سؤالي عايز اعرف استاد السلام، احنا ماضينا عقد مع استادات لمده 25 عام، ليه لحد دلوقتي احنا بنرفض نلعب في استاد السلام؟ طيب، فيما يتعلق باستاد السلام فطبعا احنا عارفين ان كان في توقيع بروتوكول مذكره تفاهم في شهر 12 ما بين النادي الاهلي وشركه استادات، وحزمه اقتصاديه بتضم بعض المشاريع، كل المشاريع ساريه وتم الاتفاق عليها في انتظار بس توقيع العقود بشكل رسمي. اتفاقات كلها موجوده وكل شيء، لكن التوقيت على انهاء بعض الاجراءات هيتم الاعلان عنه لاحقا باذن الله تعالى، لكن كل ما تم الاعلان عنه ساري بشكل طبيعي جدا ما بين الاهلي وشركه استادات، ده امر مؤكد. ماشي، اول فيديو، تاني فيديو نروح نشوفه. يلا. عليكم، انا محمد مصطفى محفوظ من قريه شبرت الميمونه مركز زقازيق شرقيه. يا ترى النادي الاهلي عنده نسخه من لائحه المسابقات الاساسيه ولا لا؟ واتمنى ان النادي الاهلي يشتري رمضان صبحي ان شاء الله. لائحه اتحاد الكره الاساسيه هو طالب بيها الكابتن سيد عبد الحفيظ، فبالتالي هي مش موجوده في النادي الاهلي للاسف. هي واضح ان هي لائحه سريه تقريبا، وبتخلي الناس تستنتج بعض القرارات، ونلاقي قرارات غريبه في مواقف متشابهه بالنسبه لاتحاد المصري لكره القدم او بعض لجانه يعني. فلغايه دلوقتي لا، واضح كده مفيش اي لائحه اساسيه من لوائح اتحاد الكوره موجوده في النادي الاهلي، وده اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ، او طلب ان يكون في لائحه، او حتى مش موجوده على الموقع الرسمي الخاص باتحاد المصري لكره القدم. بنتكلم على اللائحه الاساسيه، لائحه المسابقات معروفه، لائحه الانضباط موجوده وكلام من ده، لكن اللائحه الاساسيه مش معروفه للجميع، واضح ان هي لائحه سريه. فيما يتعلق برمضان صبحي، هو سال على رمضان صح؟ رمضان قال، او رمضان بالتحديد يعني، اللاعب خلاص جاهز للمشاركه في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي. احنا عارفين بس الفتره دي ما فيش تدريبات خالص بسبب كورونا، بمجرد العوده باذن الله واستئناف النشاط يا رب باذن الله تعالى، رمضان جاهز للمشاركه بشكل طبيعي سواء في التدريبات او في المباريات باذن الله تعالى. نروح نشوف السؤال اللي بعده. انا يا صلاح وعندي سؤالين، هل هنكتفي بتخفيف عقوبه كهربا ل10 مباريات بس، ولا هنستأنف التظلم اللي احنا كنا عاملينه قبل كده؟ وياريت لو الجهاز الطبي يقدر يحدد لنا موعد نهائي ان شاء الله لرجوع رمضان للملعب، لان اكيد هنكون محتاجينه بعد ما نرجع من فتره التوقف دي. شكرا. موضوع رمضان خلاص علقنا عليه، موضوع كهربا والعقوبه بتاعته، هل هيبقى في نفي العقوبه تاني او الاهلي هيصعد في القصه دي؟ لسه الملف ده محل دراسه، ما فيش اي قرارات نهائيه من النادي الاهلي بخصوص هذه العقوبه. احنا عارفين ان هي قلت بدل ما كان لاخر الموسم ب10 مباريات بس بالنسبه لكهربا. معنا فيديو كمان؟ معنا فاصل؟ طيب، دي كانت بعض أسئلة الجماهير. في فيديوهات أخرى إن شاء الله هيتم عرضها غدا، واللي حابب يبعت أسئلة تانية يبعتها لنا من خلال هاشتاج اسأل كلام في الميديا على تويتر، ونعرض فيديو حضرتك وسؤالك ونرد عليه بإذن الله على مدار الحلقة كل يوم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل أستضيف ضيفي العزيز الأستاذ أيمن جلبرتو الصحفي موقع يلا كورة، ونتكلم معاه في مختلف